التبادل الثقافي بوابة الصداقة بين الصين والإمارات العربية المتحدة. اللغة هي المفتاح لهذه البوابة. التفاهم والتواصل المتبادل يؤسسان لصداقة دائمة عبر الأجيال. تعرف على تعليم اللغة الصينية في الإمارات العربية المتحدة. ما زال التعاون والتبادل الإنساني بين الصين والإمارات العربية المتحدة في تطور مستمر في طريق التشارك في بناء الحزام والطريق. استمر الجانبان في توسيع أنماط التعاون في مجال التعليم والثقافة. قبل 3 سنوات ظهرت مدرسة صينية تركز على دورات التعليم الأساسي الصيني بدوام كامل، تكملها الدورات المحلية والدولية في دبي. في عام 2016 اقترح ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إنشاء 100 مدرسة في الإمارات العربية المتحدة لتعليم اللغة الصينية. وفي عام 2019 تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول إدراج اللغة الصينية في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي في الإمارات العربية المتحدة، وتم إطلاق مشروع 100 مدرسة بشكل رسمي. 在习近平主席和穆罕默德总统的亲自关心推动下 阿联酋的中文教育百校项目 实现了从无到有从小到大 在这个6年期间已经覆盖了阿联酋7个酋长 158所 公立的中小学 甚至包括幼儿园 54000名学生 注册在学习中文 这已经成为一带一路中文教育的一个旗舰项目，在阿联酋全国各地掀起了一个汉语热中国潮。أدى تنفيذ مشروع 100 مدرسة إلى دخول تعليم اللغة الصينية في الإمارات العربية المتحدة إلى المسار السريع، وساعد أيضا في تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين شعبي البلدين. 明年是中阿建交40周年 双方要开展一系列的高水平的文化艺术的交流庆祝活动，中国已经被应邀担任2024年阿布扎比国际艺术节的主宾国。我们希望把不仅把中国的优秀传统文化能够带到阿联酋，我们也希望能够推动我们喜闻乐见的流行的中国文化带到阿联酋，让当地民众，特别是青年人能够感知人文中国和现代中国。 مشروع 100 مدرسة المخصص لتعليم اللغة الصينية في الإمارات العربية المتحدة لا يعتبر مشهداً جميلاً فقط للتعاون والتبادل التعليمي بين الصين والإمارات العربية المتحدة، بل أصبح أيضاً مشروعاً رئيسياً بارزاً لتعزيز اللغة الصينية في الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، كما تحول أيضاً إلى نموذج يحتذى به للعالم لإدراج اللغة الصينية في أنظمة التعليم الوطنية لمختلف الدول. We have seen that our students are keen to learn Chinese and participate in cultural practices which builds confidence in global communication and offers them intensified opportunities for higher education, future careers, and international prospects. بالإضافة إلى مشروع 100 مدرسة، توجد مدرسة صينية خاصة في الإمارات العربية المتحدة، وهي المدرسة الصينية في دبي. 这所学校是在海外的第一所的成功举办的中国学校。 المدرسة الصينية في دبي هي مدرسة غير ربحية تهدف إلى تقديم تعليم صيني ذي جودة عالية لأبناء المغتربين الصينيين المقيمين في دبي.
تغطي المدرسة الدروس من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر بفترة زمنية تعليمية تمتد لخمسة عشر عاماً. في هذا المكان يتعلم الأطفال البرامج الدراسية الصينية بشكل كامل، كما يتعرفون من خلال حصصهم الدراسية على اللغة العربية وعلوم الاجتماع والأخلاق وغيرها.只有一百八十四个学生，三十几位老师，一共是一到五年级的十一个班，发展到现在的是二十一个班，将近五百名学生，老师已经超过七十个，学生的报名非常的踊跃，很多年级的已经是因为篮球了，那么与此同时呢，我们每个学期都要搞一次五级名的家长和学生的学校的一个每一个调查。很高兴的是，到目前为止，我们每次的调查结果对学校的满意度都是99%以上。عبر التعريف آلاف السنوات خلق المستقبل يد بيد، قدمت دول بمختلف الثقافات والأنظمة نموذج التعايش المتناغم على أساس الاحترام المتبادل بين الحضارة الصينية والحضارة المتنوعة في الشرق الأوسط. وفي النهر التاريخي الطويل تعتبر المدارس الصينية في دبي دلالة على التعايش السلمي المتبادل بين الصين والإمارات في مجال الثقافة والتعليم.